ثمن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز ابن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل الدور الكبير لقناة نايلات الفضائية في نقل أحداث حملة تفريج كربة سجناء حائل على الهواء مباشرة. وأشار سموه إلى أن هذه القناة الرائدة هي قناة المنطقة وتسعى جاهدة بكل طاقمها لإبراز المنطقة بأبهى صورة. كان ذلك خلال رعاية سموه الكريم وتشريفه لمقر الحملة التي أطلقتها تراحم حائل للتفريج كربة السجناء الذين يقضون أحكاما على قضايا مالية ولم يستطيعوا تسديد ما عليهم من حقوق. من جهة أخرى تم جمع مبلغ 8 مليون ريال من أبناء حائل ومن فاعلي خير بمناطق المملكة خلال ساعتين في مقر الحملة بالغرفة التجارية بحائل أتت بثمارها في إطلاق سراح 100 سجين. وللحديث أكثر حول هذه الحملة معنا على الهاتف من حائل الأستاذ منصور العمار رئيس لجنة التراحم في حائل. أستاذ منصور السلام عليكم. أهلا وسهلا حياكم الله. أهلا وسهلا. الله يحييك أستاذ منصور. يعني هذه الحملة المباركة أتت ثمارها خلال ساعتين وجمع أكثر من 8 مليون ريال وإطلاق سراح 100 سجين، كيف تقرأون طال عمرك ما حدث؟ أولا هذه حملة مجتمعية في شهر كريم، وكان في استهداف وتجميع لمعلومات على مدى أكثر من شهرين. نعم. للناس المستحقين للإطلاق، وبالتالي المجتمع الحائلي تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد الذي أعطانا الدعم الكبير، وقبله كان صاحب السمو الملك الأمير سعود بن عبد المحسن، وواصل المسيرة سمو أمير نشاب لدعمنا للوصول لهذه النتيجة. وللمعلومية وهذا يعني خبر إضافي، أنه لم نكتفي بعدد 100 سجين، احنا مستمرين بالحملة إن شاء الله إلى آخر رمضان، ومستهدفين سجناء عندنا يصل ما عليهم من الديون أكثر من 84 مليون ريال. نعم. فأنت تتكلم أنه إحنا بادئين في حملة إنسانية. جميل. مؤازرة من قبل صاحب السمو الملكي أمير منطقة حائل ومن مجتمعنا في حائل ومجتمعنا الكبير في المملكة العربية السعودية. جميل. فإحنا كمتطوعين مستعدين منسوبي تراحم والفرق المشاركة معها للاستمرارية بالحملة إن شاء الله إلى قدر ما نستطيع إخراج أكبر عدد من السجناء بإذن الله. نعم. طبيعي النتيجة اللي وصلنا لها بنقل نايلات برضو خلال الفترة اللي فاتت، وهذا جزء من نجاح الحملة. لم نكتفي بهذه النتيجة، إن شاء الله مستمرين، وهذا خبر لكم أنتم يعني. نعم. استمرارية الحملة غير نجاح الحملة طبعاً. إذن يعني الأستاذ منصور العمار خصصنا بخبر اللي هو راح إن شاء الله تستمر هذه الحملة المباركة إلى نهاية رمضان، والتي تستهدف يعني إطلاق سراح أكثر من 100 سجين. الأستاذ منصور، يعني وجود وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد أمير منطقة حائل لهذه الحملة وتبرعه السخي والكريم لها، كيف كان أثره في المجتمع الحائلي؟ ما في شك الأمير عبد العزيز أول شيء ابن حائل، هو معانا 14 سنة. نعم. ولكن خلال الأيام البسيطة من تولي إمارة منطقة حائل ظهر له عدد من النتائج التي تفيد المجتمع، واستلم ملف المشاريع في منطقة حائل بنفسه. نعم. ويشرف. نعم. عليها بنفسه، وبالتالي احنا جزء من الاهتمام هذا، ولذلك خرجنا بالنتيجة اللي أنتم اطلعتوا عليها في كل من نايلات وقناة الدمام والقنوات السعودية خلال الحملة يوم 3 رمضان. وبالتالي دخوله معانا على الخط ومساندتنا هو الجوهر الأهم لنجاح الحملة، وإن شاء الله نجاحها مستقبلا لاستكمال ما تبقى من مهامها إن شاء الله بإذن الله. أستاذ منصور العمار شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة والمعلومات. شكرا لك. شكرا لأتحدكم الفرصة يا قناة الدمام، ونتشرف في التواصل معك. شكرا جزيلا لك أستاذ منصور. شكرا. نبقى في حائل أعزائي المشاهدين، ولكن بعد الفاصل. حيث أستاذ العمر تشرفنا في قناة نايلات الفضائية وكذلك قناة دي ام، تشريفك وحضورك اليوم معنا في هذه الدقائق. لكن عندنا مجموعة من الأسئلة، تقريبا 6 أسئلة، ونقدر حضورك وتشريفك لنا في قناة نايلات، ونطمع بالمزيد مستقبلا بإذن الله كما وعدتنا. ستة أسئلة لولا أنور ما حاخذها، كان بقول لك سؤال واحد، لكن حبي لأنور يجبرني على
على اني استقبل هذه المبادره الحب باسم مشاهدي قناه الهلال الجميع وكذلك قناه ديمه. سمو الامير في البدايه طبعا اليوم طبعا مناسبه لاجل التراحم وكذا تفريج من اكسجين او اكثر، تكلمنا عن او انطباعك عن لجنه التراحم. حقيقه يعني اللجنه لها مبادرات سابقه ليست وليده اليوم، عملنا مع لجنه التراحم من فترات طويله، وكان في وقت من الأوقات لهيئة تطوير حائل حقيقة حتى مساهمات في إيجاد وقف وتكملة جزء من مبلغ وقف، كان هذا الكلام تقريبا قبل عامين من الآن. اليوم حقيقة العطاء لمفهوم تراحم ليس بجديد، هو هذا الشعب الحمد لله يستمد هذا العطاء من 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 عقيدته، يستمد هذا العطاء من ثقافته، يستمد هذا العطاء حقيقة من دافعه الذاتي في داخله. الحمد لله احنا أمة جبلت بفضل الله على فعل الخير، فليس مستغرب أن تجد كبيرهم وصغيرهم حقيقة يعني يبذل الجهد من أجل أن يكون في موقع لفعل الخير، ليس بس أو فقط في الأمر المادي، بل بالعكس الحمد لله هي سمة من سمة هذا الوطن وأهله. كذلك في المبادرة التهنئة الحقيقة باسم أبناء منطقة حائل والمملكة عامة، ونقدر هذا لخادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان وسمو ولي عهده وسمو ولي العهد على مثل هذه الأنظمة وهذه المبادرات في سجون المملكة العربية السعودية. سمو الأمير، هل هنالك هي الاستمرار مثل هذه الحملة في منطقة حائل؟ هي مستمرة، تراحم حقيقة مستمرة، ليست هذه حملة، ولكن التبرع لهذه الجمعية باب مفتوح في أي وقت، فيستطيع أي شخص أن يشارك في أي لحظة، في ليس فقط في إخراج السجناء، عندنا أوقاف للسجناء أو لأسر السجناء بالأصح، هي مستمرة حقيقة في هذه الجمعية المباركة. سمو الأمير، انطباعك عن رجال الأعمال والداعمين في منطقة حائل ويدعمون بمثل هذه الأعمال؟ هذاك شفت لمدة دقائق حقيقة تفاعل رجال الأعمال وتفاعل أبناء المنطقة اللي نعول عليهم الشيء الكثير، هذا التفاعل احنا فخورين فيه، وربما يخالط مقابلتنا هذه صوت التبرعات وما زالت في ازدياد. أسأل الله العلي العظيم أن يثيب كل من ساهم في هذا العمل. سؤال أخير، رسالة من سموك الكريم، رسالة لأسرة كل سجين سواء أب أو أخ، رسالة لهؤلاء. إحنا أسرة واحدة، ولا أحد يظن أنه رب الأسرة فقط هو اللي موجود في السجن، الحمد لله مجتمع متكافل يستطيع أن يسد احتياجات بعض، نستطيع أن نسد التزامات بعض، نستطيع أن يعني مثل هالقاعة اللي حوت هذا التفاعل الطيب، قادرين حقيقة على أن يسطروا أروع النماذج إن شاء الله في التكافل المجتمع. استوقفت امرأة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل أثناء خروجه من حملة تفريج كربة سجناء حائل في مقر الغرفة التجارية بحائل، وطالبت منه التكفل بدية ابنها لإنقاذه من السجن. وأظهر مقطع فيديو متداول استيقاف المرأة لأمير منطقة حائل حينما كان يهم الاستقلال سيارته، شريحة له وضع ابنها، فتجاوب معها ووعدها بدفع المبلغ المطلوب. وكان الأمير عبد العزيز بن سعد قد أعلن تبرعه لسجناء الديون المالية بمشاركة عدد من رجال الأعمال وأعيان مدينة حائل.